والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المشايخ الكرام والأساتذة الفاضل على اختلاف أنحائكم ومناصبكم، أهلا ومرحبا بكم في أمسية رمضانية من أماسي هذا الشهر الفضيل في مؤسسة التراث النجفي ومجلس الاثنين الثقافي، وبضيافة كريمة من قبل مكتب مرجع آية الله الشيخ فاضل الجريري. وتعود سماحة الشيخ أن يدعو مجلس الاثنين الثقافي في شهر رمضان المبارك من كل سنة بمجلس عامر إن شاء الله بذكر الله وذكر آل بيته الطاهرين. مرحبا بكم رواد الثقافة والأدب الأخوة الكرام، السيدة الفاضلة المحترمة ابتهال سميسن، مرحبا بكم وأماسي مجلس الاثنين الثقافي. هذه الأمسية إن شاء الله سوف تكون للأستاذ الدكتور صباح عروس بعنوان الحديث الشريف وبعنوان الإبداع البلاغي في الحديث الشريف. فكان الرأي في مجلس الاثنين الثقافي أن تكون أماسي هذا الشهر الكريم أماسي مميزة فيها روحية شهر رمضان، فتكون الأمسية الأولى عن السيرة النبوية والحديث الشريف وذكر محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وآل بيته الطيبين الطاهرين. أما الأمسية الثانية فسوف تكون عن ذكر الإمام الحسن عليه السلام وبعنوان الثورة، الإمام الحسن والثورة الحسينية، وسوف تكون لأستاذنا الأستاذ الدكتور حسن عيسى الحكيم. أما الأمسية الثالثة فسوف تكون في سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والمحاضر هو الأستاذ الدكتور حسن طاهر مدحت. أما الأمسية الرابعة في هذا الشهر الفضيل فسوف تكون قراءات شعرية للأديب الشاعر الأستاذ معن غالب صباح. نعم. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، ومحاضرة أستاذنا الأستاذ الدكتور صباح عنوز وهو غني عن التعريف، اشتغل عميدا لكلية الفقه في جامعة الكوفة، وهو الآن أستاذ للدراسات العليا في كلية التربية. له العديد من المؤلفات التي لا يسع الوقت أن نذكر مؤلفاته وكذلك نتاجاته الإبداعية والبلاغية والأدبية، مع محاضرة الأستاذ الدكتور صباح عنوز الإبداع البلاغي في الحديث الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم.